يا الدراري، نتمنى تكونوا كامل بخير احسن الاحوال، والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو ديال اليوم غنقدموا فيه اجمل 10 اهداف لماركاش مراجع في 2023، سنه مليئه بالاخفاقات وسنه بيضاء لا من حيث الالقاب والاحداث اللي طراو فيها. احنا في النهايه ديالها، ونتمنى تكون 2024 فائ الخير على الفريق الاخضر. هاد الاهداف حرت باش نختارهم حيت كانوا بزاف اهداف اللي تماركاو في 2023، خصوصا الفترة الأخيرة مع زين باور. بدينا كنشوفو ضربة في لابال وندخلو بالبالون حتى للصالة. نخليكم مع الانترو ونبداو. في المركز العاشر، هدف محمود بن طايق. لفت صحيح هذا الاسم، راكم محمود بن طايق ماشي بن طايق، صحيح معلوم بن طايق الدراري. في الدقيقة 88، والراجع رابحة بركان بواحد زيرو في ملعب الأخير. الكرة تبدأ بمنتصف الملعب من عند أهولو. أهولو غيباسي الكرة لخابة، وكنشوف انطلاقة ديال محمود بن تشيك باش يحل المساحة. خابة انفو وطلاش وباسال زريدة، زريدة ما عطلاش. ديجا بن طايق استغل المساحة اللي كانت عنده، وبالفيشاس كان هنا فاش نت وجول. يستاهل يكون في المركز العاشر. في المركز التاسع، وليد صبار. الراجل الدحورية كوناكري في المنافسة القارية، وليد صبار كان نجم المقابلة حيث ماركا جوج بيوت، وساهم في انتصار رجاء بحصيلة ديال 3-1. هاد البيت قريب شوية البيت ديال بن طايق، مجهود فردي من اللاعب من بعد ما قطع الكرة من منتصف الملعب. وليد غادي ينطلق وغادي يتقدم بالكرة وغيدير سكانير، الأول مشى الثاني جيبه من الشبكة خويا الجول. بيت زوين. مركز الثامن، ومبقاو في نفس الماتش، هدف محمد الناهيري من بعد ما تحصل بوزوق على كوفرة قريبة لكاري دي زويج، وحنا رابحين بواحد لزيرو. الناهيري غيخشي فيها رجليه فوق وغيتبقى بالشبكة. في المركز السابع، ادم النافاتي. الماتش في دونور اجواء خياليه. دقيقه 50، الزرهوني كينفرد منه البوطو، والمدافع ديال تطوان يدير خطا ويتحصل على بطاقه حمراء. النافاتي مالو ارتاح اخي الزرهوني، هاي 90 والمكانه تهزت هوليا. هاد البيت سبق شعلة ديال النهيري حيت كان اول هدف النفاتي وكوفرة، يستاهل يكون في المركز السابع. محمد زريدة والمركز السادس، الراجل ضد بركان دقيقة 82، وفي بركان الهبطي غادي ببالون غيباسي الخابة، والخابة بالمهارات البرازيلية اللي عنده غيموه 3 بتمويه جسدي وغيباسي باس زريدة اللي غتكون تمريرة مفتاحية. زريدة بالونجية مبومبيا غيحضرها بطريقة رائعة ويحطها في الزاوية الصعبة، وصعيب يشد شي غارديان حيت ما يتخيلش زريدة يماركيها بهاد الطريقة. بيش نادي. في المركز الخامس، هدف الزرهوني مرمى غايم رباح. هذا الماتش يكون كلشي تفرج فيه. ما علينا، نبداو. الكره بدات من زنيشي، زنيشي الخفيفي خفيفي المقدم، المقدم غيعطيها الوردي، الوردي المبارك ايوا صيفة الزوج غير بالفانت، وغيقلب اللعب غيعطيها المكعازي، المكعازي غيرجع بالون لور المقدم، المقدم غيباسيها لبوغرين، بوغرين ديجا دير سكانير ديالو ويحط احسن باس في المسيرة ديالو للزرهوني. غسمح لينا اخاي غاية ديجي قفة في هذا الماتش، والبيش اقل ما يمكن وصفه بغاية من الروعة. ناضي. المركز الرابع، خابة يا خابة. الراجا ضد سيمبا التنزاني دور المجموعات. الكرة كتبدا من خابة، كتطلق الباس خابة، كدير بلاصة خابة، كترجع الكرة لخابة، مربع ايردوه كيحطها في التسعين. احسن بيش ماركيش يا خابة.
المركز الثالث وغادي نرجعوا ثاني الماتش ديال طنجة وحسبوا لي الدراري شحال من باس تطلق. كرة في خط الوسط صابر بوغرين تمريره في اتجاهه في الزرهوني، الزرهوني كيختار الكره ديالو جا اليسرى. لاحظوا التمريرات اللي كتجيب بسلاسه العمري مقدم نوفل الزرهوني مكعاسي تمريره جا اليسرى بوزو نجم الجولة الأولى بامتياز طاعة تمريرة ثلاثة في الأول وسجل جوج ديال الأهداف يسري بوزو. كرة رجعت مرة أخرى ليسرى فريق الرجاء الرياضي تحضير بهذا الشكل بهذه المترابطات التي تأتي لتقدم حضور قوي لعناصر فريق الرجاء بالعامري ممتازة ممتازة فرصة غلة تهديفية كبيرة في مباراة سفاقات بتنادي الصراحة هاد البيش مركز وفرقة كامل. المركز الثاني أدام نفاتي الراجل ضد الفتح رابحين بواحد زيرو في نورمال دقيقة 63 كيش بدا من أهولو أهولو أي غير اتجاه المكعازي المكعازي غيطلق في العمق زريدة زريدة يتوغل ويتبع بالون نفاتي بجية باش ضربها. سمع سمع الشبكة اش قالت بيت الصاحق يكون في المركز الاول صراحه حرص والبيت اللي درتو في المركز الاول ما عرفتش واش غتتفقوا معايا ولا لا المهم ادوق كتختلف حرص باش نختار الاهداف يسري بوزوق في الماتش ديال طنجة عاوتاني صراحه قدموا اداء زوين في هذا الماتش وتماركا وجهه تريكات بوزوق والزرهوني بالفضل الخدمه الكبيره ديال الفرقه كامله. ما علينا ندوزو للبيت البالون كتبدا من زنيتي عرفتي شنو تفرجوا في البيت حسن واش بان لكم الدراري ساهل يكون في المركز الاول ولا لا؟ وصلنا لنهايه ديال الفيديو نتمنى يعجبكم وما كراش نشوف الفيدباك ديالكم لايك كومونتير سبسكرايب باش نزيدو لقدام ونطورو من المحتوى ديالنا والقادم افضل ان شاء الله.